بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن اخر انزيم من الانزيمات، هو انزيم الالفا اميليز. الاميليزز دي عامه بتبقى عباره عن مجموعه من الهيدروليزس انزيم. يعني ايه هيدروليزس؟ يعني بتعمل هيدروليزس. بتعمل هيدروليزس لايه؟ بتعمل هيدروليزس للجلايكوسيديك بوند. الجلايكوسيديك بوند دي الروابط الموجوده في جزيئات الكربوهيدرات المعقده الكبيره زي الاستارش والجلايكوجين، تمام؟ يبقى قلنا الاميليزس هي عبارة عن مجموعة من الهيدروليزس انزيم. الهيدروليزس انزيم دي بتكسر لي الجلايكوسيديك بوند زي ما احنا شايفين. المركب فيه الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند والفا 1 و6 جلايكوسيديك بوند. الاميليزس دي هتكسر لي الجلايكوسيديك بوند اللي موجودة في جزيء الكربوهيدرات بتاعنا. بنقول بقى ان الهيدروليزيس دي كان كونفيرت اور هيدرولايز، يعني بتحول او بتعمل هيدروليسيس للكومبلكس كربوهيدرات اللي هي البولي ساكرايد زي الستارش والجلايكوجين، وتحولهم لي لشوجر زي المالتوز او الجلوكوز، بتحولهم لوحدات صغيره. يبقى الهيدروليزيس بتكسر لي البولي ساكرايد او الكومبلكس كربوهيدرات وتحولها لمونو ساكرايد او داي ساكرايد زي المالتوز والجلوكوز، تمام؟ الكلاسيفيكيشن بتاعها في الفا اميليز وبيتا اميليز وجاما اميليز. احنا هنتكلم بالتفصيل عن الالفا اميليز، تمام؟ الالفا اميليز ده هو انزيم بيوجد في الهيومن، بسميه كالسيوم ميتالو انزيم. يعني الانزيم ده مش بيشتغل غير في وجود الكالسيوم. يعني لو انا جيت حطيت الانزيم عشان يحفز لي تفاعل في غياب الكالسيوم، الانزيم مش هيقدر يشتغل، تمام؟ يبقى انزيم الالفا اميليز ده بسميه كالسيوم ميتالو انزيم. بنقول ان الالفا اميليز ده بياكتنج ات راندوم لوكيشن الونج البولي ساكرايد تشين هيدروليزنج الالفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند. يعني ايه؟ يعني بيأثر لي على الالفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند ايا كانت موجوده في جزيء الكربوهيدرات، وبيكسرها وبيديني وحدات صغيره من السكر زي ما قلنا الستارش والجلايكوجين بيكسرهم ويديني مالتوز وجلوكوز. بنقول بقى ان هو بيحصل له اكتيفيشن بواسطه الكلورايد والبرومايد. يبقى الانزيم ده بيفرز في صوره ان اكتيف، ولكن بيحصل له اكتيفيشن بواسطه الكلورايد والبرومايد. الاوبتيمم تمبريتشر اللي بيشتغل عندها 37، والاوبتيمم بي اتش اللي بيشتغل عندها 5.6 ل6.9. يبقى الالفا اميليز هو انزيم بيوجد في الهيومن، بسميه كالسيوم ميتالو انزيم، يعني مش هيشتغل غير في وجود الكالسيوم. بيأثر لي على الرابطة الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند الفا، لانه الفا اميليز، تمام؟ يبقى هيكسر لي الرابط الفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند في البولي ساكرايد ويديني مونو ساكرايد او داي ساكرايد، يعني هيديني وحدات اصغر، تمام؟ بنقول ان هو بيحصل له اكتيفيشن بواسطه الكلورايد والبرومايد. الاوبتيمم تمبريتشر اللي بيشتغل عندها 37 درجه سيليزيوس، والاوبتيمم بي اتش من 5.6 ل6.9. بنقول ان الالفا اميليز ده فيه منه نوعين، في بيتا تايب وفي اس تايب. بيتا تايب معناه بنكرياتيك اميليز. يعني ايه بنكرياتيك اميليز؟ يعني الالفا اميليز ده بيتفرز من البنكرياس. ولكن في نوع تاني اسمه اس تايب، يعني سليفري اميليز، يبقى بيتفرز من السليفري جلاند. يبقى الالفا اميليز ده في منه نوعين، البي تايب اللي هو البنكرياتيك اميليز بيحصل له سكريشن بواسطه البنكرياس وبيروح عن طريق البنكرياتيك دكت ويروح للانتستين عشان يقوم بالوظيفه بتاعته على الكربوهيدرات اللي هتبقى موجوده في الانتستين او البولي ساكرايد اللي قلنا عليها، ويبدا بقى يكسر لي الالفا 1 و4 جلايكوسيديك بوند. وفي نوع تاني اللي هو الاس تايب اللي هو السليفري اميليز، ده بيحصل له سكريشن بواسطة السليفري جلاند الغدد اللعابية في الماوس، تمام؟ وبالتالي بيبدأ يأثر برضو على الكربوهيدرات وهي بتبقى موجودة لسه في الماوس. فهم الكلينيكال سيجنيفيكانس بتاعه؟ بنقول ان الالفا اميليز ده ممكن يحصل زيادة في المستوى بتاعه، يبقى انكريز ده بلازما ليفلز اوف الالفا اميليز. الاسباب بقى اللي هتسبب لي الزيادة دي، اول حاجة السليفري جلاند ديزيزز، اي مرض في الغدد اللعابية، وبالتالي هتبدأ الغدد اللعابية تفرز لي الانزيم ده بكميات اعلى، زي مثلا الانفلاميشن او الترام، تمام؟ البنكرياتيتس، في برضو التهاب في البنكرياس وبالتالي هيبدا يفرز لي الانزيم ده بكميات اعلى. في كانسر في البنكرياس وبالتالي البنكرياس حجمه كبر، خلاياه زادت، هيبدا يفرز لي الالفا اميليز اللي هو البنكرياتيك البي تايب.
بتركيز اعلى، وبالتالي هيزود لي الالفا اميليز في السيرم عندي. اخر حاجه الرينال فيلر اللي هو الفشل الكلوي. عارفين طبعا ان في حالات الفشل الكلوي ده بيحصل ريدكشن في معدل الاكسكريشن، وبالتالي اي زياده في الانزيم ده مش هتخرج عندي في البول، وبالتالي هتتركز عندي في البلاد، وبالتالي هتسبب لي زياده في مستوى الالفا اميليز عندي في البلازما او السيرم. تمام، يبقى اسباب زياده الالفا اميليز عندي في البلازما سليفري جلاند ديزيزز زي الانفلاميشن والتراما، بنكرياتايتس والكانسر اوف البنكرياس، والرينال فيلر ديو تو ريديوس ديكريشن. في عندي بقى هايبو اميليزيميا، يعني مستوى الالفا اميليز عندي اقل من الطبيعي. الحاله دي بتحصل نتيجه حدوث اي تلف في الخلايا المسؤوله عن ان هي تفرز لي الانزيم ده، زي خلايا البنكرياس زي خلايا السليفري جلاند. تمام، يبقى بنقول الهايبو اميليزيميا is due to any damage in specific cells which synthesized the amylase، يبقى نتيجة حدوث أي دامج أو تلف في الخلايا المسؤولة عن إن هي تصنع لي إنزيم الألفا أميليز. يبقى أنا عندي في حالة الأكيوت بنكرياتيتس هلاقي إن معدل الألفا أميليز عندي بيزيد في خلال من 2 ل 12 ساعة، وبينزل للنورمال في خلال من 5 أيام، يعني بعد 5 أيام من حدوث المرض. في الكرونيك بنكرياتيتس اللي هو التهاب البنكرياس المزمن، ده بنقول ان السيرم واليورين اميليز اكتيفيتي از فاوند تو بي سب نورمال، يعني الاثنين قليلين، خلاص خلايا البنكرياس اتدمرت، وبالتالي بينتج الانزيم بكميات قليلة جدا، وبالتالي برضو هيخرج عندي في اليورين بكميات قليلة جدا. يبقى انا عندي في الكرونيك بنكرياتيتس هلاقي انه مستوى الالفا اميليز عندي قليل في الدم وفي اليورين، ولكن في الأكيوت بنكرياتيتس هلاقيه عندي عالي أو نورمال في الدم قصدي عالي في الدم وعالي في اليورين. تمام، يبقى أنا عندي في الأكيوت بنكرياتيتس هلاقيه عالي في الدم وعالي في اليورين، ولكن في الكرونيك بنكرياتيتس هلاقي إن في السيرم وفي اليورين مستوى الألفا أميليز عندي أقل من الطبيعي. في عندي حالة بسميها ماكرو أميليزيميا. يعني ايه ماكرو أميليزيميا؟ من مسماها يعني حجم الألفا أميليز بتاعي أصبح أكبر من الطبيعي. تمام، بنقول إن الحالة دي البلاد أميليز ليفل انكريزد ويز نورمال أور لو يورين أميليز ليفل. يعني بنقول في حالة الماكرو أميليزيميا بلاقي ان مستوى الالفا اميليز عندي زاد في البلط، ولكن ممكن الاقي ان مستوى الالفا اميليز عندي في اليورين طبيعي، او ممكن الاقيه اقل من النورمال. تمام، ولكن الطبيعي في الماكرو اميليزيميا بلاقي ان مستوى الالفا اميليز عالي في البلط وقليل في اليورين. تمام، بنقول ان الحالة دي بتأكد لي او بتوضح لي وجود الماكرو اميليز. يعني ايه ماكرو اميليز؟ يعني عندي انزيم الالفا اميليز بس حجمه اكبر من الطبيعي، وبالتالي مش قادر يحصل له سكريشن في اليورين من خلال الجلومرولاي في الكلي عشان يخرج في اليورين، وبالتالي هلاقيه ان هو بدأ يتراكم عندي في الدم، فبدأ يحصل زيادة عندي في مستوى الالفا اميليز عندي في الدم، وبدأ يقل عندي في اليورين لان حجمه كبير ومش قادر يخرج من الجلومرولاي اللي موجودة في الكلي. تمام، الماكرو اميليز بنقول ان الكومبلكس، كومبلكس يعني مركب بيتكون او مركب بيتكون من الالفا اميليز والازر بلازما بروتين زي الامينو جلوبولين و جي والامينو جلوبولين اي وازر مليكيوز. تمام، يبقى انا عندي سبب في تكوين الماكرو اميليز ده ان انا عندي انزيم الالفا اميليز بيكون لي كومبلكس مع الامينو جلوبولينز مع الانتي بادي زي الامينو جلوبولين اي والامينو جلوبولين جي وبعد المركبات التانية. تمام، نتيجة تكون الكومبليكس ده حجم الماكرو أميليز بتاعي كبر، بنقول ان الأميليز سايز بيكام لارجر زان النورمال، اصبح زيادة عن الطبيعي، وبالتالي مش قادر يحصل له فلتريشن من خلال الجلومرولاي، وبالتالي بيزيد عندي في البلد ويبدأ يقل في اليورين. يبقى انا عندي ثلاثة اكسبريشن، عندي اكيوت بنكرياتيتس التهاب البنكرياس الحاد، عندي كرونيك بنكرياتيتس التهاب البنكرياس المزمن، عندي الماكرو اميليزيميا. الاكيوت بنكرياتيتس بلاقي ان معدل الالفا اميليز عندي عالي في الدم وفي اليورين،
في حالة الكرونيك بنكرياتيتس هلاقيه قليل في الدم وفي اليورين، في حالة الماكرو أماليزيميا هلاقيه عالي عندي في الدم وقليل في اليورين نتيجة ان حجم الالفا أماليز اصبح اكبر من الطبيعي، وبالتالي مش قادر يحصل له فلتريشن من خلال الجلوميرولاي اللي موجودة في الكلية. ممكن لو لقيت بقى جايلي كيس وموجود فيها ان الماكرو أماليز عالي عندي في البلد وقليل في اليورين ومش ذاكر لي حته الامينوجلوبولينز دي، يعني مش ذاكر لي ان في امينوجلوبولين A وامينوجلوبولين G موجودين بكميات عاليه في السيرم، الحاله دي مش بسميها ماكرو اماليزيميا، الحاله دي الانزيم زاد عندي في الدم نتيجه ان في مشكله في الكليه مش نتيجه ان الالفا اماليز حجمه زاد، لان ما فيش عندي امينوجلوبولينز عشان يكون لي الكومبلكس اللي هيزود لي حجم الالفا اميليز ده. يبقى انا عندي لو لقيت مستوى الالفا اميليز عالي في الدم وقليل في اليورين ده عندي حالتين، يا اما كيدني فيلر يا اما ماكرو اميليزيميا. في حاله وجود الامينوجلوبولينز يبقى دي بالطبع ماكرو اميليزيميا لان الامينوجلوبولينز كبرت لي حجم الالفا اميليز، ولكن لو ما ذكرليش ان في زياده في الامينوجلوبولينز في الدم عندي ده معناه ان الكليه هي اللي فيها مشكله وبالتالي مش قادره تخرج لي زياده من الانزيم بتاعي ده، وبالتالي حصل اكوموليشن، حصل تراكم للانزيم في الدم وبدا يقل عندي في اليورين. البرنسبال بتاعي عندي الاثنين كلورو، 4 نيتروفينايل، 1 جلاكتو بيرانوزايل مالتوسايد، ده السبستريت بتاعي، هيجي انزيم الالفا اميليز هيتفاعل عليها هيديني جلوكوز بوليمر وهيدينا بارا نيتروفينايل اوليجو ساكارايد. الاوليجو ساكارايد دي يعني وحدات اصغر شويه، تمام، هيبدا يتفاعل عليه برضو انزيم الالفا اميليز هيدينا 2 كلورو 4 نيتروفينول، مركب صغير عندي. طبعا بقيس معدل الانزيم بتاعي او تركيز الانزيم بمعدل تكوين السي ان بي الكلورو نيتروفينو. البروسيديور بتاعتي الطريقة طبعا كاينيتيك، باخد 1 ملي من الريجنت احطها في الكوفيتا احطها جوه الجهاز، اخد 25 مايكرو من السيرم اعمل ميكس في الكوفيتا داخل الجهاز وبالتالي الجهاز هيشتغل مع نفسه وهيعمل لي الحسابات وفي الاخر هيديني القيمة في صورة كونسنتريشن. لكن الطريقة اللي موجودة قدامنا دي طريقة كالوريمتريك، ولكن احنا بنشتغل طريقة كاينيتيك. الكالكوليشن طبعا قلنا الجهاز هو اللي بيعمل الكالكوليشن، انا بعمل الكالكوليشن في حالة ان انا لو شغالة كالوريمتريك.